السلام عليكم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. بأي حق يهدم الاحتلال الصهيوني منازل المقدسيين في وادي الحمص بالقدس المحتلة؟ كيف يعد ذلك نمطا من أنماط العقوبات الجماعية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني؟ ماذا فعل الشعب الفلسطيني ومن خلفه العرب والمسلمون لحماية القدس ودفع العدوان عن المقدسيين؟ وفي زهرة المدائن نطلع على جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة، ونتابع في ذاكرة فلسطين سقوط تل الزعتر عام 76 و900 و1000. فتفضلوا بالبقاء معنا. بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها، بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها. ونادى القدس في خطر، فمن للقدس يحميها؟ فمن للقدس يحميها؟ سمعت أنين حسرتها وزفرتها ولوعتها وزفرتها ولوعتها. بباب القدس تاريخ تشبث في زقتها، يقاوم كل مغتصب تدانى من هويتها. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، والتي نناقش فيها سياسة هدم الممتلكات في القدس المحتلة، الأبعاد والمخاطر. وقد انتهج الكيان الصهيوني طوال عقود سياسة الإخلاء القسري لمنازل المواطنين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية وسابقا في قطاع غزة. ودمر العدو الصهيوني آلاف المنازل والممتلكات طيلة مدة احتلاله لبلادنا. وعادة تتم عمليات الإخلاء القسري والهدم بدون سابق إنذار، ولا يعطى أصحابها وقتا يذكر لمغادرتها. وأحيانا يسمح لهم ببضع دقائق أو نصف ساعة، وهم طبعا يقومون في وقت سريع لا يكفي لإخراج أغراضهم. وفي أغلب الأحيان يكون التحذير الوحيد هو هدير الجرافات ودبابات الاحتلال. هذا ما جرى مؤخرا مع سكان وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، حين أقدم الاحتلال على هدم عشرات المنازل وشرد مئات المقدسيين. فلماذا يلجأ العدو الصهيوني لهذه السياسة؟ ما أهدافه منها؟ كيف تؤثر على صمود المقدسيين؟ وما مخاطرها وآثارها المتوقعة؟ هذه الأسئلة نناقشها مع ضيفتنا في الأستوديو، السيدة شيرين العرج الناشطة المقدسية. أرحب بك معنا أستاذة شيرين في هذا اللقاء، ومع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور محمد جاد الله، المحلل السياسي المقدسي الذي سينضم إلينا، بل انضم إلينا الآن مباشرة من القدس المحتلة. أرحب بك معنا دكتور محمد. مش سامع. سامعني دكتور؟ مش سامع. طيب، إلى أن يسمعني الدكتور بشكل جيد أرحب به طبعا وبكم أعزائنا المشاهدين، وننتقل بكم إلى متابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. لا تغيب أخبار الهدم الصهيوني لمنازل المواطنين في القدس المحتلة عن وسائل الإعلام بشكل شبه يومي، إذ أن سلطات الاحتلال تعمد إلى منهجية العقاب الفوري كهدم المنازل وتشريد أصحابها،
ويقول المتابعون للشأن المقدسي أن الاحتلال يصدر أوامر الهدم في لحظات وعلى أتفه الأسباب بحجة التوسيع أو الضم أو الإعمار للمستوطنين على حساب أراضي ومنازل المواطنين ضمن سياسته الرامية إلى التهجير القسري لسكان القدس المحتلة، ضاربا أي الاحتلال عرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. هناك أسباب يخفيها الاحتلال، لازم احنا يعني للمشاهد يكون عارف ويكون بالصورة. هناك مخطط لقطار خفيف يمتد من مستوطنة جيلو تقع جنوب البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى، يمر بأراضي وادي الحمص ثم صور باهر جبل المكبر سلوان بالتسلسل رأس العمود باب العمود إلى المستوطنة التي تقع شمال المسجد الأقصى. هو يريد أن يربطها سويا، فهذه الحي يقع في مسار هذا القطار. الاحتلال لا يراعي مشاعر ومصالح المقدسيين وإنما ينظر إلى مصلحته الخاصة، هذا السبب لأسباب الهدم. وفي كل أمر هدم للمنازل أو المحال التجارية يخرج الأهالي للمواجهة فيعتقلوا وتصدر بحقهم أحكام بالغرامة المالية أو بالحبس لعدة أشهر، كما يحرم أصحاب المحال التجارية من الرافضين لأوامر الهدم من فتح محالهم التجارية لعدة مواسم. رسميا لا تتوقف السلطة الفلسطينية عن توجيه مراسلات للجهات الدولية بهدف حماية المقدسيين ووقف دولاب الهدم المستمر لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية، كما تعمل على دعم صمود الأهالي من خلال تخصيص مقومات الصمود المادية والمعنوية لديهم. المقدسي يبذل الوسع، يبذل ما يستطيع، وذلك من خلال الثبات في القدس. ابن القدس في تلك المنطقة يملك من المال ليبني بيتا صغيرا، لكن يعني يستهلكه الاحتلال وينهك بالضرائب وينهك بالترخيص مبالغ كبيرة جدا وطائلة جدا يدفعها في سبيل الحصول على رخص البناء. أما عربيا فإن الأدوار التي تلعبها بعض الدول العربية في حماية المقدسيين ودعم صمودهم على قلتها، إلا أنها تأتي محفزة لسكان القدس الأصليين على البقاء، لكن المتوقع وبحسب سكان البلدة القديمة أن تكون الجهود العربية والإسلامية أكثر لصد الهجمات الشرسة والشعواء التي يطلقها العدو الصهيوني ضد المنازل والممتلكات الفلسطينية، وسط دعوات جماهيرية ورسمية لكافة الدول العربية والأجنبية باتخاذ الإجراءات والخطوات القادرة على لجم الاحتلال ووقف سياسة الهدم الممنهج. نرحب بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين وسياسة هدم الممتلكات والمنازل في القدس المحتلة تحديدا، وهي سياسة صهيونية خطيرة ووقحة في نفس الوقت، تضرب بعرض الحائط كل السياسات أو كل القوانين الدولية والإنسانية وما هو متعارف عليه في العالم. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذ شيرين في هذه الحلقة، كما يسعدني أن أرحب بضيفي الدكتور محمد جاد الله الذي انضم إلينا مباشرة من القدس. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. أهلا بكم، حياكم الله. أستاذ شيرين اسمحي لي أبدأ معك، هذه السياسة ليست جديدة قطعا وليست جديدة على مدينة القدس تحديدا، لأن المدينة تعرضت منذ احتلالها في الأيام الأولى إلى حملات هدم كبيرة جدا، طالت الحي المغاربة وأجزاء كبيرة من البلدة القديمة ومن المدينة. مسألة نعم. مش هدم بيوت للهدف الهدم بيوت، هذا جزء أو واحد من أوجه تهويد المدينة، واللي هو في أكثر من وجه لتهويد المدينة، واحدة منهم عدم البناء، وبالتالي الناس يعني بتقدرش تلاقي بيت تسكن فيه، راح تضطر تهاجر وين بدها تروح العالم في اولادها، فبدها تضطر تسكن في محل برا القدس. فهذه واحده من اساليب اللي هي تهويد المدينه، اللي بيبدا بالمخطط الهيكلي للمدينه اللي بيحول كل المحلات العربيه، كل اماكن ما سموها التوسع الطبيعي للعرب، بيحولها لمناطق خضراء وبيمنع فيها البناء. وبالتالي انت لا تقدر تحصل على تصريح، واذا بنيت بهدوا لك، فانت ما عندك سياسه متكامله، سياسه يعني متكامله، وتعتبر حسب يعني بين قوسين حسب القوانين بالقانون الاسرائيلي، يعني متعامله معنا بالقانون، بقانونهم طبعا، قانون الاحتلال اللي هو اصلا قانون عنصري وهدفه واضح، يعني ما فيش حاجه. هلا مثلا شق الطرق بيجي في حساب الاراضي العربيه، القطار الخفيف حساب الاراضي العربيه، او التجمعات الفلسطينيه، التجمعات الفلسطينيه الكبيره يتم اقتطاعها اصلا ولا تعتبر مدينه قدس، تجمعات يهوديه بعيده عن المدينه اكثر من التجمعات الفلسطينيه وتعتبر قدس، يعني في مخطط اكبر من هدم البيوت. ولكن الهدم الاخير يعني خطورته تكمن في انه جاء بعد
ثلاث محاولات هدم تجمعات مقدسية هبت الناس وأوقفتها. فإحنا بنحكي عن وقفة جماهيرية ضد الخان الأحمر إذا تذكر طبعاً. وكان في هبة جماهيرية ضد تقسيم الأقصى مكانياً وزمانياً، ولا زالت وفي انتصارات جماهيرية. اللي صار في وادي الحمص إنه الاحتلال للمرة الأولى من 4-5 سنوات ينتصر، وهان وجه الخطورة. خلينا نأجل هاي النقطة إنه كيف إحنا نواجه سياسات الاحتلال بالشكل المتعارف عليه عالمياً بدون يعني. ولكن أرحب بالدكتور محمد مرة أخرى، ودعنا نستأنف نقاشنا أكثر في هذه السياسة، مخاطرها، أبعادها، دلالاتها، لماذا يلجأ الاحتلال في الماضي عندما كان يهدم بيتا واحدا أو طابقا واحدا في منزل مقدسي كانت تقوم الدنيا ولا تقعد، اليوم يهدم أحياء كاملة، يهدم قرى كاملة، يهدم عدة بنايات في وقت واحد وأمام مرأة ومسمع من العالم. هذه السياسة هل أصبحت أو استطاع الاحتلال أن يجعلها سياسة مكرسة واقعية على الرغم من كل العالم وعلى أعين العالم أيضا؟ ولا نحسن. لعلك لا تسمعني جيدا دكتور مع الأسف. هل تسمعني دكتور؟ نعم لا أسمعك للأسف. أعيد السؤال مرة أخرى حول أن الاحتلال يحاول تكريس هذه السياسة كي تصبح أمرا واقعا أمام مرأة ومسمع من العالم. نرجو من الزملاء هناك أن يسارعوا في إصلاح هذا الخلل في الصوت حتى يتمكن الدكتور من سماعنا ونتمكن أيضا من الاستماع عليه، وهو ابن القدس ويحدثنا من المدينة المقدسة. هل نجح الاحتلال فعلا في ذلك؟ يعني هذه السياسة ليست جديدة، الاتباع الهدم سياسة الهدم متبعة من العام 1900، من نهاية السبعينات، من لما تولى أريال شارون وزارة الإسكان وبدأ في تهويد المدينة وبدأ كمان في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. سياسة الهدم متبعة منذ ذلك الحين، وسياسة الهدم الخطير فيها أنه إذا أنت ما بتهدم أنت تبقى مديون للدولة وبالتالي تتعطل حياتك تماماً. كيف يعني؟ يعني أنت بطلب تبني بيتك بتصدر أمر بالهدم، أنت لازم تهده بإيدك، إذا ما هديته بتدفع فاتورة الهدم، العالم هدول راح يدفعوا فواتير الجرافات. ما وقفتش الحل، ما وقفش الحل، المأساة ما وقفت عند الهدم. فوق الخسائر، فوق البيت اللي انهدم راح يدفع حق أجار الجرافة اللي هدمت بيته، وراح يدفع أجار المتفجرات اللي استعملت لتفجير بيته، وراح يدفع أجار العمال اللي اجوا يهدموا بيته. واذا ما دفعش راح يضل مديون للدوله وبقدرش يتحرك من محله، معناها انه لا بقدر ياخذ يدرس اولاده جامعات، لا بقدر يتحرك، بقدرش يسافر برا البلد، بقدرش يعمل ياخذ اي رخصه سواقه، بقدرش ياخذ اي شيء، من بقدرش يعمل ولا شيء الا تم يجدول ديونه ويسددها مع الدوله. مع دوله ينقذك الاحتلال، مع دوله الاحتلال، ما يسمى بدوله الاحتلال. فانت بتحكي عن قانون بربط العالم تربيط، يعني ما بسمح لهمش يتحركوا كثير، او فرديا العالم ما بتقدر تتحرك. يعني واحد لحاله ما بيقدر يقاوم هاي السياسه. وبالتالي في ناس انجبرت وهدت بيوتها بايديها، في عالم كثير انهدت بيوتها، لان ما بتقدرش تدفع جرافه اللي بتجيبها انت تهدها بايدك، بتدفع لها مبلغ اقل بكثير من الجرافه اللي بتجيبها الاحتلال وبتهد لها بيتك، لانه الجرافه ما بتطلع لحالها. في حديث عن ارقام معينه مثلا، الأرقام بتخوف، تحكي بالملايين، تحكي كل فرد مديون بالملايين. يعني أنا بعرف ناس اللي مديونين بمليون ونص شيكل على أجار، على هدم بيت، لأنه المشكلة مش بس أنك اليوم 350 ألف دولار تقريبا 350 ألف دولار على بيت، عشان بس ما هدم بيته بنفسه، عشان ما هدم بيته بإيده. نعم صحيح. ليش؟ لأنه أنت بعطيك فاتورة ب100 ألف دولار، كلفت جرافات وطلوع الجيش وطلوع ما بعرف شو، بقول لك هاي فال100 ألف دولار انت ما معك تدفعهم، الشهر اللي بعديه بتصير 150، الشهر اللي بعديه بتصير 200، الشهر اللي بعديه بتصير 300، ما بتخلص السنه. ضريبه التاخير، ضريبه التاخير على الدفع، يعني ضريبه التاخير متراكمه دائما كل الوقت لحد ما توصل لمرحله انك تقول انا مستسلم بدفع. والناس كثير او تنحبس، في ناس انحبست وفي ناس دفعت وفي ناس. طب ماذا يفعل المقدسيون امام هذه السياسه؟ يعني هذه السياسة لا يمكن مواجهتها فردياً، المواجهات الفردية هي مواجهات يعني أثبتت فشلها، لأنه غالباً الناس بتستسلم للواقع لأنه ما فيش مجال غير هيك، لأنه بتعلم العالم بتقدرش توقف حياتها لحالها. فاللي بصير في هاي الحالة إنه بضلوا بالمحاكم الإسرائيلية اللي هي طبعاً غير منصفة، ونسبة النجاح فيها للفلسطينيين تقريباً صفر، بضلوا في المحاكم سنين، وبعدين إذا الله رحمهم بيروح بيقدر بيمرق البيت، إذا الله ما رحمهمش بدهم يدفعوا، ما فيش عندهم حل. اللي بصير إنهم بجدولوا ديونهم، يعني بدفعوهم على 20 سنة، بصير مديون ببني بيته وبيهده، وبصير مديون للاحتلال بملايين الشواكل. ممنوع يبني بيت جديد، البيت اللي بنهد في القدس ممنوع تبني عليه بيت، إذا انهدم لأغراض
أمنية بتتصادر الأرض أصلاً لصالح الاحتلال. يعني مثلاً بيت الشهيد هلا بهاء عليان الأرض صارت ملك للاحتلال، ما بتضل لهم، هلا ممنوع يبني عليها ابدا بعد هيك، حتى لو كانت ملك شخصي وطابو، حتى لو ما بتعود ملك شخصي. هلا صارت القوانين العقوبات على الناس اللي عندهم، يعني ما هي هذه هدم البيوت هو بس جزء واحد وحيد من 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 السيطره على المدينه. لحد الان يعني 70 سنه احتلال و50 سنه احتلال الجزء الشرقي، لم تسيطر اسرائيل على الاحتلال الاسرائيلي لم يسيطر على مدينه القدس، ولم يعتبر ولا في حدا بيقدر يعتبرها يهوديه بالكامل، ولا حتى بيقدروا يعتبروها اسرائيليه بالكامل، يعني لا قدروا يهودوها ولا قدروا ينسوا العالم انهم فلسطينيين ولا قدروا يوقفوا فيها المقاومه. فكل هدم البيوت هو كمان من نفس محاولات، يعني نفس محاولات الضرائب، نفس محاولات سحب الهوية، للضغط نفس على محاولات الأمن، المنظومة الأمنية والمراقبة والضرائب على المحال التجارية، نفس محاولات المعاقبات الجماعية لأهالي الشهداء وأهالي المتورطين، تجيل الشباب بالمخدرات، غير عداك عن التعليم مثلاً. اسمح لي أتوقف هنا مع الدكتور لأننا يعني نحتاج أن يكون معنا في الحقيقة في هذه اللحظات. دكتور محمد، أرحب بك معنا. الدكتور محمد طبعا هو طبيب مقدسي معروف ولكنه أيضا منشغل بالسياسة وبشؤونها. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة أخرى. أهلا بكم دكتور. يعني ما تفضلت به الأستاذة شيرين الأعرج الناشطة المقدسية معي في الأستوديو كلام خطير جدا. في حدود ما نعلم لا توجد دولة في العالم تقوم أو قامت بما تقوم به دولة الاحتلال، فرض غرامات كبيرة جدا وضرائب كبيرة جدا على المقدسيين لأنهم لم يتمكنوا من هدم منازلهم بأيديهم أو بجرافات فلسطينية، وهذه المبالغ يجب أن تدفع وإلا ستكون مدانا لحكومة الاحتلال وبالتالي أنت محاصر حتى عقود طويلة من الزمن. ما هذه السياسة دكتور، ومن الذي اخترعها، كيف تؤثر عليكم في القدس المحتلة؟ علينا أن نعود إلى المربع الأول من هذا الصراع. هذا الصراع بدأ بيننا وبين الحركة الصهيونية على أساس خطة واضحة واستراتيجية واضحة، وهي اقتلاع الفلسطيني من أرضه. هذا هو ديدن الحركة الصهيونية، وتشكل لذلك مجموعة من الأذرع. هذه الأذرع تعمل في جميع الاتجاهات من أجل أن تخرج الفلسطيني المقدسي من مدينة القدس تحديدا، وإذا استطاعت من بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في فلسطين التاريخية، سواء كان يعني ما احتل عام 48 أو ما احتل في عام 67. ديدا الاحتلال الصهيوني هو إفراغ المدينة وتهويدها إذا ما استطاعوا، ويستخدمون من أجل ذلك مصادرة الأراضي، هدم البيوت، مصادرة الهويات، الإبعاد، الاعتقال، التنكيل، وكافة الغرامات المعروفة بشكل يومي التي تفرض جزافا على المقدسي في مدينة القدس. هذا هو ديدن الاحتلال، هذه هي الحركة الصهيونية، علينا أن نعلم ذلك. المقدسي يقف وحيدا منفردا في مقاومة هذه الإجراءات متعددة الأشكال ويستصرخ، ولكن نحن توقفنا عن الصراخ لأننا علمنا أن لا ظهر لنا، لا داعم لنا. من كنا نتوقع أن يكونوا سندا وظهيرا لنا باتوا متواطئين مع الاحتلال ويتسارعون في التطبيع مع هذا الاحتلال على المستوى الرسمي بشكل واضح وصريح. هل تعتقد دكتور كمان على ذكر هذه المسألة، يعني سواء التقصير الفلسطيني أو التقصير العربي الآن، هل تعتقد بأن موجة التطبيع مع الاحتلال تفتح شهيته من أجل السيطرة على مزيد من الممتلكات والأراضي والاستيطان الذي استشرى؟ واليوم كان في نتنياهو تصريح خطير بخصوص الاستيطان، أنه نحن سنستمر في الاستيطان إلى الأبد، يعني يقول لك الراجل لا يلتفت لأحد ولا أحد يملأ عينه، يعني ولن يقتلع أي مستوطن، ولن يقتلع أي مستوطنة من الأراضي الفلسطينية. الغطرسة الإسرائيلية الصهيونية باتت في أوجها. أولا
باتت الولايات المتحدة الأمريكية شريكا في كل الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا في مدينة القدس، والمسلسل معروف وطويل. وأيضا إسرائيل تستفيد من حالة الخمود وحالة الانهيار التي توجد في الأنظمة العربية التي لم تعد تنظر إلى القدس كجوهرة للعالم العربي وجوهرة للعالم الإسلامي. وباتت القضية الفلسطينية كما يذكرون، كما يتحدثون، كما يصرحون، باتت عبئا عليهم. معنى ذلك أن نتنياهو يستطيع أن ينفرد بالشعب الفلسطيني، يستطيع أن يقوم بكافة الإجراءات، يستطيع أن يتغطرس، يستطيع أن يتغول، وهذا ما يحدث يوميا في مدينة القدس. المقدسي يواجه هذه الإجراءات الإسرائيلية لوحده، ويعلم تماما أن الصراع هو أن يكون موجودا في هذه المدينة لحمايتها وحماية مقدساتها. نعم، أرجو أن تبقى معنا دكتور. يعني نحن كنا، يعني كنت قد نقلت سؤال للدكتور حول دور التطبيع في ذلك ومستقبل المدينة ومستقبل المقدسيين في ضوء كل ما لدينا من معطيات. الاحتلال الآن بدأ يهدم قرى كاملة كما تفضلتي، نجحنا في مواجهته لا شك وفي إفشاله، لكن في مرات كثيرة هو ينجح، وينجح يعني حينما يأتي على حين غرة، على يعني بشكل مباغت في ظروف مأساوية جدا. أنا ما بقدرش أقول إنه بيجي بشكل مباغت، لأنه الناس كانت عارفة إنه هم بيوتهم معرضة للهدم. أنا بلومش أصحاب البيوت، أنا بلوم ولا بلوم حدا، لأنه يعني فيش مجال للوم المقدسيين، لأنه اللي قدموه خلال خاصة خلال الأربع خمس سنين الماضية هي هبة جماهيرية غير مسبوقة. والإسرائيليين، الاحتلال الإسرائيلي يعني بضرب براسه بالحيط من نتنياهو بغطرسته كلها، هاي مش قادر يوقف أربع أولاد في العسوية. فأنت بتحكي عن، وببعت للولد الصغير أربع سنوات خمس سنوات استدعاء. فأنت بتحكي عن احتلال متغطرس جبار بالمفهوم العسكري، مش قادر، لم يستطع حتى الآن فرض سيطرته بالكامل على مدينة واحدة، يعني يحاول بكل الطرق بكل الإمكانات برغم دعم القوة الدولية له، ترامب وراهم، يعني من نقل السفارة إلى يومنا هذا 100%، العرب، السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، كله يتسابق للتطبيع مع الاحتلال، والمقدسيين لحالهم واقفين. المقدسيين إذا طلعت على الأرقام، أنت بتحكي عن 250 ألف نسمة، إذا طلعت منهم الكبار بالسن والأطفال والنساء والمرضى أنا عارف ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني عدد قليل. العدد المواجه للاحتلال بده يصفي كم من واحد، يعني فيش كمشة شباب عمليا هم اللي بيواجهوا في كل مخططات الاحتلال، اللي هي مخططات عمليا عسكرية بحطوها جهابذة العسكر في جيش الاحتلال. فبهاي المرحلة بقدرش أقول إنه لازم المقدسيين ينهزموا. قد تكون هذه الجولة الهدم البيوت في وادي الحمص يعني مرقت بدون مواجهات، ولكن أنا يعني في يعني إذا نظرنا على الهبات الجماهيرية السابقة، لا، المقدسيين انتصروا لأنفسهم وانتصروا انتصارا ساحقا، يعني خاصة في ما يتعلق باب الرحمة مؤخرا، ما بعرفش إذا تابعته. باب الرحمة فضوا وسكروا ورجعوا تاني يوم المقدسيين فتحوا وصلوا فيه، يعني ولسه القصة شغالة، يعني اليوم بسكروه بكرة بفتحوه، اليوم في محاولات يعني رهيبة لكل يوم لقديش بيحاولوا يهودوا المدينة، والمقدسيين واقفين لحالهم لا شك. المتوقع من العرب في المرحلة الحالية، يعني من العربي الرسمي، يعني المواقف العربية الرسمية كانت أيا كانت، أنا توقعاتي صفر، ما عنديش أي توقع منهم، بس جماهيريا أنا عندي توقع، يعني أنا عندي توقعات. إذا صار إشي في القدس واحتجنا وقفة جماهيرية عربية، أنا بتخيل إنه راح يكون في إلها مردود أو إلها صدى، لكن تحتاج إلى تسويق، يعني تحتاج إلى الناس تعرف شو قاعد بصير في القدس وشو الحاجة لضغط جماهيري عربي. لا أتوقعها من السعوديين لأنهم فيش عندهم هذا الرأي الجماهيري، لا أتوقعها من الإمارات، ولكن أتوقعها من الأردن، أتوقعها من مصر، أتوقعها من تونس، أتوقعها من بلدان عربية ثانية. وأيضا أتوقع من بديش ارفع توقعاتي من سقف توقعاتي من السلطه الفلسطينيه، بس السلطه الفلسطينيه عندهم حاليا، يعني على الاقل عندهم، لازم يكون عندهم طريقه للتواصل مع كل هدول الناس المتسابقين للتطبيع مع الاسرائيليين. ويا عمي تواجهش التطبيع بالمعنى المفهوم، ولكن استغله، اذا تقدرتش تواجهه استغله، على الاقل ما يحطوكيش تحت بين المطرقه والسندان. حاول يكون في محاولات دبلوماسيه لانقاذ ما يمكن انقاذه. يعني اشكرك استاذه شيرين. دكتور محمد، يعني خلينا نكون برضو كمان واقعيين، ما يتعرض له المقدسيون يعني ينطوي على مخاطر كبيرة جدا، وهذه المخاطر إذا لم تكن نتائجها تظهر الآن في هذا الوقت
فستظهر في يعني السنوات المقبلة عندما نتحدث عن كل صاحب وحدة سكنية أو بناية أو مسكن لا يستطيع البناء مرة أخرى وأنه أصبح مدانا للاحتلال الصهيوني بمبالغ كبيرة جدا طائلة. هذه أشياء في المدى البعيد تؤثر، قد تدفع بعض المقدسيين إلى إفراغ هذه الأماكن والذهاب إلى أماكن أخرى يعيشون فيها. والمشكلة أن هذه الأماكن أو هذه الأراضي والبنايات في وادي الحمص هي تتبع إداريا للسلطة الفلسطينية، هذه مشكلة أكبر أيضا. نعم، يعني يجب أن ننحي السلطة الفلسطينية في قدرتها على حماية المقدسي وحماية الممتلكات وحماية الأراضي وحماية المسجد الأقصى، لأنها لا تملك إلا الصراخ الدبلوماسي، والصراخ الدبلوماسي لم يعد له من يسمعه لا في الوطن العربي ولا في خارج الوطن العربي. إذا ما نظرنا إلى أوروبا، أوروبا لا تستطيع أن تنتقد إسرائيل، ومن ينتقد إسرائيل في الدول من الدول الأوروبية يعاقب، فطبعا نضع أوروبا على جانب. أما بالنسبة للأنظمة العربية فبكل أسف كما ورد على لسان الزميلة لا، غسلنا إيدينا منهم، وما نراه اليوم هو أنهم اعتبرونا يعني طرف غريب عنهم إن لم نكن أصبحنا أعداء لبعضهم. نحن لا نعول إلا على حركة الشعوب في الوطن العربي، والشعوب العربية جاهزة للنهوض تنهض هذه الشعوب عندما ينهض الشعب الفلسطيني. نحن الآن في حالة انتظار بعد أن اتخذ الرئيس قرارا بوقف الاتفاقيات مع الطرف الصهيوني. هذه حالة الانتظار لن تطول، والشعب الفلسطيني سواء في مدينة القدس أو في بقية الأراضي المحتلة سينهض، سينتفض، وسينتفض ضد الجميع. عندما ينتفض الشعب الفلسطيني ويوقع آلام ويوجع الطرف الصهيوني المحتل، عندها تنهض الشعوب العربية ويكون هناك قول آخر مختلف كليا عن ما نراه في هذه اللحظة. نعم، المشكلة دكتور أن هذا ما يحصل الآن هو نمط من أنماط العقوبات الجماعية، وأحيانا كبيرة يكون أيضا نوع من التطهير العرقي. والمشكلة الأكبر أن هذه الشعوب سواء العربية والإسلامية أو الشعب الفلسطيني أيضا لا يتحرك للأحداث التي تتكرر كل يوم، التي يمكن أن تتراكم فتؤذي المقدسيين على المدى البعيد. يعني هو يحتاج حدث بالنسبة له صادم مثل إغلاق باب الأسباط، باب الرحمة، باب المغاربة بهذه الطريق كي يتحرك في هذه الثورة العارمة. أما أنه أحداث تتراكم مع هذه المشكلة في المستقبل سنجد أن هناك مئات بل آلاف الأسر الفلسطينية لا تستطيع لا تجد مأوى في القدس، وبالتالي أين ستذهب؟ نحن في مدينة القدس جميعا معرضون لأن نجبر على مغادرة المدينة سواء من خلال مصادرة الأراضي أو من خلال مصادرة الأملاك التي نعيش فيها. لم يعد في المدينة أي شخص آمن على نفسه وآمن على ممتلكاته. إسرائيل تعمل في جميع الاتجاهات، هناك تدمير للاقتصاد في مدينة القدس، هناك ترويع، هناك اختراقات على كل المستويات، هناك محاولة للهيمنة على التعليم، على الصحة إلى آخره. كل هذا يضع المقدسي في موقع حرج جدا جدا، وأيضا الإجراءات التعسفية والتغول الصهيوني في مدينة القدس أيضا لا يردعه رادع سوى المقاومة الفلسطينية ومقاومة المقدسي بالصبر والصمود وتحمل. وكلما كانت درجة المعاناة أعلى كلما كان الوعي لفهم هذا الصراع أكثر وأكثر. ربما علينا جميعا أن نعيد حساباتنا ونتعلم من المرحلة الفائتة التي زادت عن 25 عاما من التفاوض ومن الحوارات غير المجدية، بأن نعيد حساباتنا وننطلق انطلاقة جديدة مختلفة كليا في درب آخر مختلف كليا. ما هو هذا الدرب؟ أين ننطلق؟ من أين نبدأ؟ يعني المقصود في أن نعيد حساباتنا، فبتخيل الدكتور قصد أنه إحنا مرقنا تجارب فاشلة في المواجهة، لأنه إحنا ما كانش عندنا استراتيجية، ما كانش عندنا رؤية، وكنا نواجه برد الفعل. أعتقد أنه إحنا هلأ صرنا فاهمين الخطة الصهيونية بشكل واضح،
وصار في عندنا يعني وعي كامل لوين رايحين، ما فيش مفاجآت. يعني المسألة تهويد المدينة بطل حكي، صار فعل على الأرض. ومعتقد أنه هذه الحكي ما بتقدر تواجهه بأحداث هي بس فقط تعبيراً أو في مواجهة حدث معين، لازم يكون في استراتيجية كاملة يتبعها الفلسطينيين من خلال بعد أن يبنوا رؤية، طوروا رؤية لمحاربة تهويد المدينة. طبعاً هذه الرؤية لا تأتي بمعزل عن رؤية فلسطينية كاملة للتحرير. يعني إذا حولنا الصراع لصراعات إحنا بنكون خسرانين. فإحنا لازم نطلع على الصراع ككل وحدة واحدة ونطور. إحنا اليوم معناش يعني اليوم سنين بنقول يا عمي قيادتنا أفقدتنا الخطة الأصلية والاستراتيجية الأصلية والرؤية الأصلية وما حلت محلها. فإحنا اليوم معناش، إحنا اليوم إذا بنحارب كل واحد فينا بيحارب لحاله. وتطور العمليات الفردية يعني اللي صارت مؤخرا في الخمس سنين الأخيرة هو نتاج لانعدام الرؤية، هو نتاج لإسقاط الكفاح المسلح، هو نتاج لإلغاء الميثاق الفلسطيني، هو نتاج لكل اتفاقيات أوسلو اللي حطتنا في خانة اليك. فأنت بتحكي عن غياب كامل لرؤية فلسطينية للتحرير، غياب كامل لاستراتيجية، غياب لخطة، ما فيش فعل. أنت إذا ما عندكش استراتيجية ما عندكش فعل، وأنت دائما في خانة رد الفعل. هذا ما يجب أن نخرج منه، هذه الحالة يجب أن يكون هناك يعني مجموعة فلسطينية قادرة على الخروج من مظلة السلطة الفلسطينية للعمل على رؤية واستراتيجية فلسطينية للتحرير. ما دون ذلك ستبقى الصراع فردي والصراعات الفردية تنجح مرة وتفشل مرات. يعني لن نستطيع الاستمرار بهذا الشكل، خاصة أن احنا ما يواجهنا ليس فقط إسرائيل. احنا إذا إسرائيل لحالها نتكفل فيها، بس احنا مش رايحين لحالنا للاسف، احنا وراها كل القوى الدوليه، الامريكان والغرب، الامريكان بشكل اساسي، بعض العرب، وكل الغرب وكل العرب اللي بخافوا من الامريكان. المشكله في الانظمه العربيه هنا انظمه ما لهاش قاعده جماهيريه، فمحتاجه قوه تسندها للبقاء في مكانها. القوه هاي لن تكون من شعوبهم ولن تكون من 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 منطقتهم، لازم تكون قوه مسيطره على العالم، وهي القوه الامريكيه اللي ما برد علينا بنشيله وبنحط واحد محله، ومفهومه صارت المعادله. فهذول الناس بحافظوا على كراسيهم على حسابنا، واحنا مش راح احنا ما بطل في مفاجآت. يعني خلصنا فاهمين، يعني الحكي اللي كنا نحكيه زمان ويقولوا عنا بتحكوا عن مؤامره مش عارف شو نظريه المؤامره ليست واضحه، هذه مش مؤامره، هذه مش مؤامره، دول الناس بدافعوا عن مصالحهم وعندهم الحق يدافعوا عن مصالحهم. اسمح لي اتوقف هنا. يعني دكتور محمد، كما تعرفون ان الشعب المقدسي على وجه التحديد هو كان صاحب الفعل وصاحب المبادره، بل تقدم قيادته الفلسطينيه والعربيه حتى في لحظات حاسمة ومهمة جدا، وقال المقدسيون كلمتهم بشكل واضح أمام كل العالم. وفي عندنا محطات مهمة جدا أنتم تعرفونها أكثر منا، لكن هل يعني يبقى المقدسي صاحب المبادرة والفعل على أرض الواقع والصمود والتحدي وحيدا كما تفضلتم في إجابتكم عن السؤال السابق، ويستفرد به الاحتلال دون الحاجة إلى سند حقيقي سواء من السلطة، من قيادة المقاومة الفلسطينية، من الأحزاب والتنظيمات، وكذلك بعض القوى العربية؟ هناك قوى عربية حية تدعم المقدسيين وتقف معهم، لكن ما هو المطلوب الآن؟ أنت كمقدسي ابن هذه المدينة تعيش فيها منشغل ومنغمس بقضاياها وهمومها، ما الذي تحتاجونه من الأمة اليوم؟ أولا هناك حالة احتقان وحالة غضب شديد جدا في نفوس المقدسيين ونفوس الفلسطينيين بشكل عام. يعني المقدسي لا يختلف عن الفلسطيني خارج مدينة القدس، كلنا سواء وكلنا في حالة ترقب وانتظار، لكن لن يطول هذا الترقب وهذا الانتظار. حالة الاحتقان ستنفجر عاجلا أم آجلا، هذا مما لا شك فيه. وعندما تنفجر أظن أن الفلسطيني في كل مكان سيكون في الخطوط الأمامية لمواجهة الاحتلال. نحن لا نملك في مدينة القدس كما في بقية الأراضي المحتلة سوى المواجهة البشرية، بمعنى نوع من أنواع الانتفاضة التي تشمل كل الناس. وعندما ينتفض الفلسطيني الشعوب العربية ستقف وستضغط على أنظمتها، وربما تتقدم أكثر خطوة من أن تضغط، إنما ممكن أن تتخلص من بعض هذه الأنظمة التي باتت شريكة للاحتلال في معاناة الشعب الفلسطيني. أود أن أشير إلى نقطة بسيطة جدا، وهي أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لم يعد هناك بينهما أي فرق. وما دامت إسرائيل تعتبر العرب أعداء وتعتبر الشعب الفلسطيني عدوا، معنى ذلك أن أمريكا أيضا تعتبر العرب جميعا
وأولهم الأنظمة التي تحميها من الأعداء، فبالتالي تصرفات الإسرائيليين ستكون هي تصرفات الأمريكان والعكس صحيح. معنى ذلك أن العرب يجب أن يعرفوا تماما أنهم أعضاء من يحتمون بهم، هم أعداء لمن يحتمون أو يطلبون منهم الحماية. هذه نقطة يجب أن يفهمها كثيرون. المقدسي يملك من القوة ومن العزة النفس والاعتداد بالنفس والكرامة الوطنية، بحيث أنه سيفشل كل المخططات الإسرائيلية في مدينة القدس. ربما تكون هذا الذي يحصل اليوم هو غمامة، ولكنها غمامة يعني ستنسحب عاجلا أم آجلا. المقدسي يعرف تماما أن وجوده هو العنصر الأول والأخير في حماية المدينة وحماية كل ما تملك هذه المدينة من تاريخ وحضارة ومقدسات. سألتك عن الذي يحتاجه المقدسي من أخيه العربي والمسلم في كل مكان، الواجب العربي. ما يحتاجه هو الفلسطيني، يحتاج أن ينهض، يحتاج أن ينتفض، يحتاج أن يعبر عن غضبه، أن يعبر عن الاحتقان. وعندما يعبر عن هذا الاحتقان وهذا الغضب ويؤلم الطرف الآخر كما يؤلمنا هذا الطرف، عندها الشعوب العربية ستتقدم دون دعوة لمساندة ومعاضدة الشعب الفلسطيني في القدس وبقية الأراضي المحتلة. نعم، أشكرك دكتور، أرجو أن تبقى معنا. أستاذة شيرين، يعني نحن الآن نتكلم عن الشعب المقدسي بحاجة بالفعل إلى وقفة من الأمة العربية والإسلامية، لكن المشكلة الآن أنه هناك وقفة رسمية عربية بالاتجاه المعاكس. أنا لا أتفق معك أنه العرب المقدسيين يحتاجوا العرب. كيف؟ أنا أعتقد العرب يحتاجوا المقدسيين. يعني؟ المقدسيين هم أكثر ناس محاربين على وجه الكرة الأرضية في المرحلة الحالية. ما فيش حدا محارب، ما فيش حدا معتد، ما فيش حدا واقف بكل قوته امام. لانك انت مقدسيه. انا لاني مقدسيه وبعرفهم منيح، وبقول لك انه احنا يعني الحاجه الحقيقيه نشهد بذلك ان هو انه العرب. لكن هذا 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 لا ينفي حاجه المقدسين الى اسناد. الحاجه للاسناد 100% حقيقي 100%. نحن نحتاج للاسناد، نحتاج للتضامن، نحتاج لإجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال على كل تصرفاته، نحتاج لأن نكلف الاحتلال. تستطيع الأنظمة، بعض الأنظمة الإسلامية وبعض الأنظمة العربية، إنه تخلي الاحتلال مكلف، ما يكونش الاحتلال لقد مريح ولقد بلاش. يعني كمان ما هم بطلوا حتى يتعاملوا مع بطلوا يدفعوا التزاماتهم. العرب هم اللي بيدفعوا التزامات الاحتلال يعني اليوم، كل حسب القانون الدولي. الدولة الحروب هم اللي بيغطوا حتى كل شيء، حتى يعني كل اي حتى بالاتفاق بمؤتمر البحرين الاخير كل هذا التكاليف راح تدفع لدول عشان تسكت. وبما فيها اسرائيل يعني راح ياخذوا مصاري بس عشان يقبلوا بانه بشكل معين من الحل اللي بيسمح لاسرائيل للاحتلال تصير دوله وتفرض قلوعها كيف بيقولوا، والقضيه الفلسطينيه تخلص. يعني تصفية القضية الفلسطينية عم بدفعوا حقه مصاري العالم. فالتعويل على هاي الأنظمة يعني هبل للأسف، يعني غباء. إنه بطبق أنا إذا بدي أعول على أنظمة قاعدة بتأخذ مصاري عشان تتخلص مني، هذا بكون غباء. أنا بعول على الجماهير، الجماهير ما عندي إمكانية للوصول إلها إلا بفعل من عندي. يعني إذا أنا كمقدسية لازم يكون عندي فعل عشان هم يردوا علي. جهات تقود هذا الحراك والفعل المقدسي، يعني في شباب، في تجمعات شبابية، حراك شبابي، في مجموعات نسائية، في المرابطين والمرابطات، في مجموعة كبيرة من يعني، بس هم للأسف معدودين. وبالنهاية كيف حكيت لك أنت ممكن تحسبهم بالواحد، وأنت بتحكي عن الناس اللي قضت في السجون، يعني صار لهم بالسجن 4-5 سنين لتهم لا تتعدى، يعني في في, في, في لو أنهم غير مقدسيين بياخذوش أشهر. نعم. والمغرمات الهائلة، غدا عن أنه كون يعني حالياً في حالة في القدس اسم حالة عامة طامة اسمها الحبس المنزلي. نعم. يعني الأولاد الصغار اللي ما بدهم يسووا قدام المجتمع الدولي أنهم قاعدين بيعتقلوا أولاد صغار، بيحبسوه في البيت. بس الحبس في البيت، أنت أبوك صار سجانك، فتخيل أنت ولد صغير أبوه سجانه وبمنعه يطلع، وبمنعه الولد الصغير ما رح بتقدرش تمنعه يطلع، بس أبوه بمنعه. فأنت تخيل الحالة النفسية اللي قاعدة بتصير لهذول الأطفال، في تدمير قاعد بصير في العائلات الفلسطينية من تحت رأس الحبس المنزلي. وإذا بيطلع ابنك أنت بتدفع مبالغ طائلة بتكون أصلاً وقعت عليها، ما بنحبس حبس منزلي إلا إذا أنت وقعت على مبالغ طائلة تدفعها في حال فشلت في حبس ابنك منزلياً.
فانت بتتحول لسجان لابنك. شوف في المقابل اسمحي لي انتقل للدكتور محمد. هذه الاجيال يعني احنا اليوم حتى كنا امام في الايام الماضيه امام مشهد لطفل مقدسي 4-5 سنوات تقريبا، ارسلوا له استدعاء تحت حجه انه القى حجاره او مش عارف شو على جيش الاحتلال. فيعني هذا الجيل هو الذي سيكافح ضد الاحتلال، هو الذي سينتصر على الاحتلال بشكل مؤكد يعني، والذين يحبسون منزليا اليوم سوف يجعلون الاحتلال يتقوقع اكثر ويحاصر اكثر، يحاصر نفسه بنفسه كما هو معروف في جتوات في جدر عزل اخرى حتى يتضاءل ويختفي، لأننا نعرف أن الاحتلال لن يقطع عليه بالضربة القاضية الوحيدة، إنما كما تفضلت الأستاذة بتراكم الضربات وبتراكم الجهود وبرفع التكلفة على هذا الاحتلال. نعم أولا يعني يجب النظر إلى حالات استدعاء هؤلاء الأطفال بأنها لم تكن صدفة ولم تكن غلطة ولم تكن يعني شيء من هذا القبيل، هي عملية ممنهجة ومدروسة مسبقا وبشكل عميق. هم وصلوا إلى نتيجة بأن الأجيال الفلسطينية لن تقبل بهم، لا تقبل الأسرلة ولا تقبل التعايش معهم وترفضهم وتقول لهم جهارا نهارا وفي وجوههم وفي وضح النهار أنتم زائلون. هذا هو ما يقول به الطفل الذي استدعي والآخر الذي استدعي في اليوم التالي. جميع هؤلاء الأطفال يقولون للاحتلال أنت زائل مهما طال الزمن، هم يدركون ذلك وبالتالي هم يتوجهون إلى هذه الأجيال من أجل ردع كافة الأطفال، من أجل ردع الآباء والأمهات في وضع الذي يسجن كما تفضلت الأستاذة. إذن هي عملية مدروسة، عملية ممنهجة، لأنهم وصلوا إلى قناعة بأن لا أحد وخاصة الأجيال الصاعدة والشابة ترفضهم رفضا مطلقا، وهم خائفون، هم مرعوبون من هذا التحليل الدقيق للواقع الفلسطيني. الواقع الفلسطيني يقول أنتم زائلون ونحن باقون على هذه الأرض. أشكرك جزيلا دكتور محمد جاد الله المحلل السياسي المقدسي. أستاذة في أقل من دقيقة لو سمحت، أنت أشرت إلى قضية مهمة، قلت لو إحنا انتبهنا لهاي العمليات الهدم من قبل واجهناها لأفشلناها، رسالتك إلى المقدسيين في ضوء ما حصل مؤخرا؟ يعني أنا بقدر أطلب من المقدسيين يقدموا أكثر. أنا بعرف أنهم قدموا كثير ومستعدين للتقديم أكثر، ولازم يعرفوا أنهم هم رأس الحربة. يعني أنا للمقدسيين أن يعلموا أنهم رأس الحربة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة، وأن العبء يقع عليهم بالدرجة الأولى، ويجب عليهم أن يدركوا أنهم هم الفاعلون، وإلا ستسقط القضية الفلسطينية تماما. أهل القدس هم من سيفشل صفقة يعني القرن، وليس فقط إن شاء الله مواجهة الاحتلال. لا يعني شعبيا وجماهيريا لو هم وقفوا ضد هاي الهدم، نعم صحيح، ويتحملوا يعني ويصبروا ما سيقع عليهم، لأنه سيقع عليهم الكثير، ولكن لن نستطيع زوال الذي جرى. يعني لا، لن يكون هو من الذي جرى. أنا بحكي بأشياء أكثر بكثير، يعني عقوبات أكبر بكثير، عقوبات جماعية أكثر بكثير، ولكن لا مفر منها، جاية سواء عملنا ولا ما عملناش. نعم. فخليها بجميلة يعني كيف بقول. أشكرك جدا جزيلا أستاذة شيرين الأعرج ناشطة مقدسية، والشكر لضيفي الدكتور محمد جاد الله. نذهب إلى فقرة أخرى وهي زهرة المدائن مباشرة، فإلى هناك. جدار الفصل العنصري حول القدس. 15 عاماً على بدء بنائه حول القدس، حيث يحيط بالمدينة من ثلاث جهات بطول 142 كيلومتراً، ويهدف الكيان الصهيوني من خلاله فرض حقائق على الأرض في الديموغرافيا والجغرافيا. أخرج الجدار 120 ألف مقدسي خارج حدود بلدية القدس، وحول التجمعات العربية إلى معازل مطوقة بالمستوطنات، بما يمهد لتشكيل ما يسمى القدس الكبرى بالمفهوم الصهيوني. شكل الجدار ضربة قاضية للاقتصاد المقدسي، حيث خسرت المدينة 90% من أراضيها، كما ضيق على الحركة التجارية في المدينة
وزيارة الأماكن المقدسة لا سيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. قلل كذلك فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، حيث يضطر 20% تقريباً من تلاميذ مدارس الأوقاف ومعلميهم اجتياز حاجز تفتيش بشكل يومي للوصول إلى مدارسهم في شرق القدس. أظهر التقرير الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار عام 2004 اعتبار الجدار غير شرعي، ودعا إلى ضرورة وقف بنائه وتفكيك ما بني منه ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين لحقهم الضرر بسبب الجدار. لن يتم اقتلاع الفلسطيني من قدسه، فهي منه وهو منها، ولسان حاله يقول سوف نبقى هنا. مرحبا بكم مرة جديدة في ذاكرة فلسطين. نستذكر اليوم سقوط تل الزعتر عام 76 و900 و1000. ما أحلك اللحظات التي تتيه فيها البوصلة ويرفع رفقاء الكفاح سلاحهم في وجه بعضهم البعض. صفحة دامية في تاريخنا العربي المعاصر. سقوط مخيم تل الزعتر عام 1976. اشتعلت الحرب الأهلية في لبنان عام 1975 بين الأحزاب والطوائف اللبنانية، ودخل الفلسطينيون في جزء من هذا الصراع، مما أثر على المقاومة الفلسطينية وعملها الفدائي. وانشغلت جبهة لبنان عن القضية الفلسطينية بالحرب الأهلية التي استمرت قرابة 15 عاماً. ظهر تحالف كتائبي ماروني أعلن عزمه إنهاء الوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، فتركزت المعارك ضد مخيمات اللاجئين وقواعد الفدائيين في لبنان. قامت الكتائب اللبنانية المارونية في عام 1976 باقتحام مخيم فلسطيني وقتلت الكثير من سكانه العزلة، ثم حاصرت عددا من المخيمات منها مخيم جسر الباشا وتل الزعتر. وظل الصراع مشتعلاً بين الكتائب المارونية والفلسطينيين. في نفس العام نشبت الخلافات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية، فأرسلت سوريا قواتها للبنان لحصار المعاقل الفلسطينية. فقامت القوات السورية بفرض الحصار على مخيم تل الزعتر الذي كانت القوات اللبنانية تحاول اقتحامه. بدأ الحصار على مخيم تل الزعتر أواخر شهر يونيو حزيران من عام 1976 من قبل القوات السورية ومختلف القوات اللبنانية، واستمر الحصار لمدة 52 يوماً. لم تتوانى فيها القوات المحاصرة عن استخدام كل الوسائل غير الإنسانية ضد المخيم الذي يقطنه 20,000 فلسطيني، فقامت بقطع المياه والكهرباء حتى مات بعض اللاجئين من العطش، بالإضافة للقصف العشوائي المدمر. واتبعت القوات المحاصرة سياسة التجويع، فمات الأطفال من الجوع داخل المخيم. سقط مخيم تل الزعتر في 13 من أغسطس آب بعد أن أنهكه الحصار، فدخلت القوات اللبنانية تحت غطاء حليفها السوري وارتكبت فيه أبشع الجرائم والمجازر التي لم تختلف فيها عن اليهود في مذبحة دير ياسين. سقط 3,000 شهيد فلسطيني وشرد قرابة 17,000، فكانت مجزرة أدمت قلوب البشرية ارتكبت هذه المرة بأيد عربية لا يهودية. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.
بهذا نصل بكم أعزائنا المشاهدين إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أطر تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.